بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الموضوع الذي سنتحدث فيه إن شاء الله هو كما سمعت ضمن التفقه في الدين والعمل به، لأن هذا موضوع مهم جدا، لأن المسلم لا يمكنه أن يفعل ما أوجب الله عليه من العبادة ويترك ما نهى الله عنه من الشرك والمحرمات إلا إذا فقه في دينه، فعرف ما أمر الله تعالى به وتفصيلاته، وعرف ما نهى الله عنه وتفصيلاته. والفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، يقال فقع الشيء إذا فهمه. قال الله تعالى في المنافقين: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني أنهم يسمعون الكلام، يسمعون كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يفهمون هذا، لا لمانع خلقي فيهم، لأن الله أعطاهم العقول والفهم، ولكن لأنهم لا يريدون الفهم، ولا يحبون كلام الله وكلام رسوله، ولا يفهمون إليه، وقد يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون حديثه ويسمعون خطبة الجمعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يلقون لذلك بالا ولا يدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجوا صاروا يسألون صحابة رسول الله ماذا قال آنفا، كما قال الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني قريبا في المجلس أو في المسجد، بسبب أنهم لا يفقهون. وقد ذمهم الله بقوله: ولكن المنافقين لا يفقهون، بمعنى أنهم لا يفهمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يحبون ذلك ولا يرغبون أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله، إنما يفهم كلام الله وكلام رسوله من كان قصده الحق وقصده العلم والعمل. أما من حضر وهو لا يريد الحق ولا يحب القرآن والسنة فهذا حضوره كغيابه، لا يفقه شيئا مما يقال له. هذا هو الفقه في اللغة. الفقه في اللغة هو الفهم، فهم الكلام وإدراك معناه ومرجاه ودلالاته، وأما الفقه في الشرع عند الأصوليين المراد به معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية
أن هذا هو المقصود. أما ما عندها في الأحكام الدنيوية والأحكام العقلية فهذه أمور بما عندها، هذه من المباحات إذا كان فيها فائدة للناس فهي من المباحات، ولكن معرفتها لا تسمى فقها عند العلماء، تسمى معرفة خبرة، معرفة خبرة صناعة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمقصود العلماء رحمهم الله بقوله معرفة الأحكام الشرعية يخرج لذلكم الأحكام غير الشرعية، أحكام الصناعات والمهن والحرف وأحكام الأحكام الهندسية والحسابية، أحكام الفلك وغير ذلك، هذه كما ذكرنا هذه أمور مباحة، تعلمها مباح لأن فيها فائدة للناس، لكنها لا تسمى فقها، والعالم بها لا يسمى فقيها، إنما الفقيه والعالم بالأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة هذه الأحكام هذا هو الفقه. من أدلتها التفصيلية من أين يؤخذ الفقه وليه مصادره؟ مصادره الأدلة، الأدلة التفصيلية بخلاف علم الأصول فهو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية مثل قولهم الأمر بالوجوب والنهي للتحريم وما إلى ذلك، هذا يسمى مثل قولهم العام المخصص ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، هذه مباحث أصولية ليست مباحث فقهية، إنما هي مباحث أصولية. أما الفقه فإنه يؤخذ من الأدلة التفصيلية لا الإجمالية، التفصيلية مما جاء به القرآن من الأوامر والنواهي والأخبار والقصص والأمثال وذلك، وكذلك ما جاءت به السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والأخبار والقصص والأمثال، هذه أدلة تفصيلية. فالفقه في الشريعة يؤخذ من أدلة الشرع لا من أدلة العقل أو أدلة الحس أو يسمونه بالحس، إنما يؤخذ من أدلة الشرع التفصيلية، وهي على المشهور عند أهل العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة التفصيلية التي يؤخذ منها الفقه. الكتاب وهو القرآن الكريم، والسنة وهي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
الإجماع ما أجمع عليه العلماء من الأحكام، الإجماع دليل، دليل قطعي يؤخذ به. إذا أجمع العلماء على تحريم شيء فهو حرام، وإذا أجمعوا على إباحة شيء فهو مباح، وإذا أجمعوا على وجود شيء فهو واجب. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. توقيت هو إلحاق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهم، هذا يسمى بالقياس، يعني أشياء لم ينص عليها لكن فيها علة تشبه علة المنصوص عليه، فإلحاق غير الموصوف بالموصوف عليه لوجود العلة الجامعة بينهما هذا يسمى قياسا عند العلماء، وقال به جمهور أهل العلم ولم ينكره إلا طائفة يسيرة وهم أهل الظاهر ونحن بقوله. وكذلك هناك أدلة غير مشهورة أو غير متفق عليها مثل قول الصحابي استصحاب الحال مصالح المرسلة إلى غير ذلك. أما الأدلة المشهورة فهي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه هي المشهورة، وهي مصادر الأحكام الشرعية. ولكن لا يتعامل مع هذه الأدلة ويستنتج منها الفقه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد. فليس الاجتهاد مباحا لكل أحد، وإنما الاجتهاد يشترط فيه أن يكون صادرا عن أهله الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد: معرفة الكتاب والسنة، معرفة الخاص والعام، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المجمل والمبين، وكذلك معرفة اللغة العربية التي نزل بها كتاب الله ووردت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن توفرت فيه هذه الشروط بأن كان عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ من الأحاديث جملة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام الفقهية، وكذلك يكون عالما بما ذكرنا من العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك، لا بد أن يكون ملما بذلك، وأيضا لا بد أن يكون عالما باللغة العربية من نحو وصرف ومشتقات اللغة العربية والبلاغية حتى يستطيع بها أن يعرف معاني القرآن ومعاني السنة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، أحاديثه وردت باللغة العربية الفصيحة، فمن لا يعرف العربية لا يحق له أن يجتهد وأن يستنبط لأنه لا يستطيع ذلك. هذه مصادر الفقه عند أهل العلم، وهذا هو الفقيه
الذي يسمح له بالاجتهاد والاستنباط. وهذا إنما ينطبق على الأئمة الذين حفاهم الله منزلة في العلم، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، إمام البخاري، وقبلهم لأهل العلم من الصحابة والتابعين الذين أعطاهم الله ملكة الاجتهاد والاستنباط، سفيان الثوري مثلا، ابن جرير الطبري، هؤلاء أئمة توفرت فيهم شروط الاجتهاد. فلذلك صار المسلمون يأخذون بأقوالهم وبفتاويهم واستنباطاتهم لأنهم فقهاء توفرت فيهم شروط الاستنباط والاجتهاد. أما من كان لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد فهذا لا يصلح، لا يصلح أن يستنبط الأحكام ولا أن يكفي الشريعة إلا إن كان مقلدا. إذا كان مقلد المجتهدين يحفظ أقوالهم ويفهمها ويكفي فيها بل التقليد. أما الاجتهاد المطلق هذا لا يسمح به عند أهل العلم إلا لمن توفرت فيه الشروط. ولذلك كان العلماء يحذرون من أن يدخل هذا الباب، باب الاجتهاد، من ليس مؤهلا، لأنه يكون ضررا على نفسه وضررا على المسلمين، يفتي بغير علم فيضل ويضل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان عندما يقبض الله العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبق او لم يبقي في الارض عالم او عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا يجوز أن يدخل في باب الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلا من كان مؤهلا للشروط التي ذكرها أهل العلم. ولذلك كانوا يحذرون من أن يدخل في باب الاجتهاد من ليس من أهله لما يترتب على ذلك من الضلال والإضلال في الدين. أرأيتم لو أن مدعيا للطب وهو لا يعرف الطب أراد أن يعالج الناس وأن يدعي لهم العمليات، ما لا تكون الخطورة على الناس في أبدانهم وصحتهم إذا كان يعالج الناس وهو لا يعرف الطب؟ هذا خطر عظيم ويجب منعه. وكل يقول هذا، كل يقول لا بد من منع هذا لئلا يهلك الناس. هذا في أمور الأبدان، فكيف نسمح في أمور الدين أن يدخل فيها وأن يفتي من ليس بفقيه وليس بعالم؟ هذا خطره أشد من خطر الطبيب، لأن هذا يفسد العقائد ويفسد الدين. أما الطبيب فإنما يفسد الأبدان فقط، يفسد الأبدان فقط. أما الجاهل فهذا إذا أهتى أو تكلم في الأحكام الشرعية فهذا يفسد الدين، وفساد الدين أخطر من فساد الأبدان، يفسد القلوب، وفساد القلوب
أخطر من فساد الأجسام. قد يسمع هذا الكلام بعض الناس فيقولون أنتم تسدون باب الاجتهاد، تحرمون الاجتهاد، وقالوها من زمن بعيد، يقولون أنتم تسدون باب الاجتهاد. نقول لا، نحن لا نسد باب الاجتهاد، بل نفرح بوجود الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون هذا المجتهد من المتخصصين. فإذا وجد من المتخصصين من يستطيع الاجتهاد فأهلا وسهلا، باب مفتوح ولا يغلق أبدا. فباب الاجتهاد ليس مغلقا إذا وجد من هو أهل له، أما إذا لم يوجد من هو أهل له فهذا مغلق تلقائيا، ما أحد يغلقه، لكن هو مغلق لعدم وجود أهله، لعدم وجود أهله. وكل فن من الفنون لا بد له من أهل، الطب له أهل، الهندسة لها أهل، الصناعات أمور الصناعات لها أهل، فإذا دخل في هذه الأمور من ليس أهلا لها أبتدى، فما بال الفقه يصبح مسموحا به لكل أحد؟ هذا ما يصح أبدا. هذا هو تعريف الفقه لغة وشرعا، وهؤلاء هم أهل الفقه الذين يسمع لهم بالاستنباط والإفتاء. أما من ليس مؤهلا فهذا يقال له اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في حديث أن جماعة من الصحابة في غزوة من الغزوات أو سرية من السرايا شج معهم رجل أصابه حجر في رأسه، فشجه واحتلم، أصابه احتلام، والاحتلام يوجب الاغتسال، وإذا اغتسل فسيدخل الماء في جراحته ويكون خطرا عليه، فتوقف عن ذلك، توقف عن الاغتسال، وسأل من معه ماذا يعمل، فأفتوه بأن يغتسل، أفتوه بأن يغتسل، فاغتسل فدخل الماء في شجته ومات، دخل الماء في شجته ومات بسبب ذلك، بسبب هذه الفتوى. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، إنما كان يكفيه أن يعقد على جرحه خرقة ويمسح عليها، إنما كان يكفي هذا الرجل أن يعقد أو يعضد على جرحه خرقة، يعني غمادا، يسمونها الناس الغماد اليوم، يجعل عليها غماد ويمسح عليه ولا يغسله، فلو فعل هذا لما كان عليه خطر من الماء، ولكن لما أفتوه بجهل حصل عليه الإنذار. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. هذه حادثة تدلكم على أن من أفتى بغير علم
ففتواه تكون خطرا على الناس. أما فضل الفقه في الدين، الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يحفظون، يحفظون كلام الله وكلام رسوله، وسماهم أهل العلم، وحث سبحانه وتعالى على التفقه في الدين. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي تفسير هذه الآية قولان: القول الأول أنه لما كثر الوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليتعلموا وتركوا أهلهم وتركوا أمور دنياهم وأموالهم وجاءوا كلهم إلى المدينة ليتفقهوا في الدين، وحصل عليهم غضب من جراء ذلك، أنزل الله هذه الآية، لأنه لا يجب على كل الناس أنهم يذهبون للتعلم ويتركون أمورهم وأموالهم، ولكن يكفي أن ينتدبوا جماعة منهم فيهم الكفاية يتعلمون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفقهون، ثم يرجعون إلى قبائلهم فيعلمون قبائلهم. وبهذا يجمع بين المصلحتين: مصلحة تفقه في الدين ومصلحة الحفاظ على الأموال والأهل والديار، يجتمع المصلحتان. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني جماعة يختارون من بينهم من هو أهل لأن يتعلم، فيه قابلية للتعلم من شبابهم ومن قرائهم، يرسلونهم أو ينتدبونهم إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور الشرع، أمور الصلاة، الطهارة، والأحكام الشرعية، ثم يرجعون إلى قبائلهم فيبلغونهم ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول في الآية. القول الثاني أنها نزلت في الغزوات والجهاد في سبيل الله. الله تعالى يقول: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ليس مطلوبا منهم أن يخرجوا للجهاد كلهم، بل يبقى منهم في البلد من يحافظ على البلد ويحرس البلد وينظم المصالح، يخلفهم يكون خليفة للغزاة في أهلهم، ويخرج طائفة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ويتعلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، تلقون عنه، لأن الصحابة كانوا يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في السفر وفي الحضر وفي الغزو، في كل مكان كانوا يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم. فالله تعالى يقول: ما يتسنى ولا يتأسى للناس أنهم يخرجون للجهاد جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يكفي أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدد ممن تأثر بهم
الكفاية يغزون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويتعلمون. فإذا رجعوا إلى قومهم رجعوا من الجهاد فإنهم يبلغون قومهم ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره. وكلا القولين صحيح، كلا القولين صحيح وحق. والمهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على النفور أو النفير لطلب العلم، فلولا هذا حث، يعني هلا لولا هلا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائف نفر للجهاد أو نفر لطلب العلم، طائفة أي جماعة من كل قبيلة أو من كل بلد يتلقوا العلم ويتعلموا العلم من مصادره، ثم إذا رجعوا بلغوا من خلفهم من قومهم أو من بلدهم أو قبيلتهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو القصد من التعلم، الحذر مما يغضب الله سبحانه وتعالى، الحذر مما يوقع في العذاب والهلاك، هذا هو القصد. وليس القصد من التفقه من الإنسان يتفقه ليكون فقيها وعالما وليحمل الشهادة أو المؤهل تعليمي، هذا ليس هو القصد. القصد أنه يبلغ، ينذر قومه، يبلغ إخوانه المسلمين وينشر ما عنده إلى العلم حتى ينفع الله تعالى به. العلم لا يخزن ولا يختم وإنما يبلغ للناس إذا كان للناس حاجة إليه. ما كان الناس بحاجة إليه من العلم فإنهم يجب تبليغه ويجب إظهاره، أما ما لم يكن للناس حاجة به وإنما يحتاجه الخواص أو يحتاجه بعض الناس دون بعض فهذا إنما يوضع في محله ويبلغ لمن هو محتاج إليه ولا يبلغ لعموم الناس. فالآية تدل على الحث على التفقه في الدين وعلى فضل التفقه في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى وجه إليه وأمر به، فلا يبقى الناس في جهلهم أو في تخرفاتهم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأرسل الرسول وأنزل العلم لأجل أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر والمعاصي إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعات. أما من السنة وكذلك من القرآن، الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر نبيه أن يتعلم أولا قبل القول، قبل أن يقول لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد أن يتعلم الإنسان قبل القول وقبل العمل. ولهذا قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، وأورد هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
لأن كلمة لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان وهو لا يعرف معناها لا تفيد. ليس المقصود أن يتلفظ الإنسان بلا إله إلا الله فقط، لا بد أن يكون عارفا لمعناه، عاملا بمقتضاه ظاهرا وباطنا، وإلا مجرد التلفظ لا يكفي. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فهذا فيه الحث على تعلم العلم أولا ليكون قول الإنسان وعمله مؤسسين على أساس صحيح، لأن القول والعمل إذا تأسس على الجهل فإنه لا ينفع صاحبه، بل قد يكون وبالا عليه ويكون ضلالا، لأن العمل بدون علم يكون ضلالا. ومما يدل على فضل العلم والتفقه الدين أن الله سبحانه وتعالى أشاد بالعلماء في كتابه الكريم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل لكم انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فمايز سبحانه وتعالى بين العلماء وبين غيرهم لا يدل على فضله. وأيضا الله سبحانه وتعالى قرن شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على توحيده، قال سبحانه وتعالى شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قرن شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على توحيده سبحانه وتعالى، ما يدل على فضل العلم وفضل العلماء وفقه الدين. أما من السنة الصحيح حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يدل على أن من علامة الخير للإنسان أن يفقهه الله في دينه، بمعنى أن يعرفه بأحكام شريعته. ويدل الحديث بمفهومه على أن من لم يفقهه الله في الدين فإن الله لم يرد به خير، وكفى بهذا دليلا على فضل التفقه في الدين، ودليلا على ذم الجهل بأمور الدين، وأنه علامة على الشر وعلى عدم الخير. ومن أراد التوسع في هذا المجال معرفة قول العلم والعلماء وأدلة ذلك فليراجع أول كتاب مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم، فقد ذكر ما يزيد على 100 وجه على فضل العلم والتفقه في الدين. وكذلك شرح حديث أبي الدرداء للإمام ابن رجب رحمه الله، شرح حديث
أبي الدرداء قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شرح هذا الحديث شرحا وافيا في رسالة مستقلة اسمها شرح حديث أبي الدرداء للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وكذلك جامع بيان فضل العلم وأهله للإمام ابن عبد البر، ذكر فيه الأدلة من الكتاب والسنة على فضل تعلم العلم وتعليمه. وكذلك الإمام البخاري وغيره من المصنفين في الحديث يجعلون في أول مؤلفاتهم هذا الباب فضل العلم والتفقه الدين، ويريدون ما رووه من الأدلة في هذا ما يدل على فضل العلم تفقه الدين. أما طريقة أو الوسائل التي يحصل بها التفقه في الدين فهي كثيرة ولله الحمد، وميسرة لمن يسرها الله تعالى عليه. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأول شيء من وسائل الفقه في الدين أن الإنسان يتدبر القرآن، عندما يقرأ القرآن يفرغ ذهنه ويتدبر في الآيات وسيستفيد منها على قدر فهمه. من الناس من يستفيد علما غزيرا، ومن الناس من يستفيد علما دون ذلك، كل على حسب مقدرته واستطاعته. فالعامي والمتعلم والعالم كل منهم إذا قرأ القرآن فتدبره استفاد، استفاد من القرآن على قدر فهمه وما يؤتيه الله عز وجل. فلنقرأ القرآن بتدبر. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى ذم المنافقين فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لو أن المنافقين تدبروا القرآن وأقبلوا عليه هداهم الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يتدبروا القرآن فصارت قلوبهم مقفلة مغلقة لا يصل إليها نور. فكذلك كل من لم يلتفت للقرآن ولم يتدبره فإنه يكون بهذه المثابة. أما من تدبر القرآن وأحضر قلبه عند تلاوته فإن الله يفتح عليه بمقدار ما يستطيع بفهمه وإدراكه. ومقل ومستكثر، لكن كل يستفيد من القرآن والحمد لله، كل يستفيد. فلا يكون القرآن يقرأ
مجرد قراءة ومرور على الحروف والآيات. ليس المقصود من القرآن، ليس المقصود من تلاوة القرآن أن الإنسان يختمه اليوم مرة أو في الأسبوع أو في الشهر يختمه كذا وكذا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن الإنسان يتدبر، تدبر القرآن، وقراءة بتدبر خير من القراءة بدون تدبر. والله ذم أهل الكتاب الذين لا يتدبرون كتابه، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والأماني هي التلاوة المجردة، يعني يقرؤون القرآن مجرد أو يقرؤون التوراة والإنجيل مجرد قراءة بدون تدبر. يعني ليس عنده علم، يعني كحالته يوم ولدته أمه، ليس عنده علم أمي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني مهمتهم قراءة النص فقط بدون تدبر، هذا ذنب. وأمر هذه الأمة بتدبر كتابها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك تدبر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قل يوم يمر علينا إلا ونسمع أو نقرأ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نتدبر ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى هذا الحديث؟ ماذا يطلب منا؟ لماذا يمر علينا الحديث مجرد مرور دون أن نتأثر به أو نستفيد منه؟ هذه خسارة. فتدبر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تدبر القرآن هذا من أعظم وسائل الفقه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هكذا العلم تحت تدبر القرآن، أن القرآن هو مصدر العلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للعلم والفقه. فلا تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم وسائل الفقه في الدين. وقد تسمع آية أو حديثا يحثك على تعلم العلم والتفقه في الدين، فيحصل عندك الرغبة في تعلم العلم ثم تتوجه لطلب العلم. هذا من فوائد التدبر، قد تسمع آية أو حديثا تحذر من المعاصي فتترك المعاصي، قد تسمع آية أو حديثا ترغب الصلاة الزكاة الصيام الحج فتحرص على الطاعة. فهذا من التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالفقه العام، الفقه العام والتوجيه العام للمسلمين عوامهم ومتعلمين وعلمائهم. القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة توجههم التوجيه السليم نحو العبادات، نحو طلب العلم، نحو التوبة والاستغفار، نحو الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. هذا من التفقه في الدين، وكذلك من وسائل التفقه في الدين طلب العلم على أهل العلم، تلقي العلم عن العلماء. هذا من أعظم وسائل التفقه في الدين، تلقي العلم عن العلماء، لأن هذا العلم لا يصل إلى الإنسان تلقائيا، وإنما يصل إلى الإنسان عن طريق التعلم وتلقي العلم عن أهله
رأينا إنسانا خرج عالما تلقائيا بدون أن يتلقى عن العلماء، هذا ما رأيناه ولا يحكم أبدا. فلا بد من تلقي العلم عن أهله المعروف من به ما داموا موجودين بين أظهرنا، فلا نفرق في هذه الغرفة. تلقي العلم عن العلماء المعروفين به، سواء تلقيناه عنهم في المدارس والمعاهد والكليات أو تلقيناه عنهم في المساجد أو حلق الذكر، فالمهم أننا نتلقى العلم والفقه عن أهله، ولا نقتصر على أنفسنا ونقول نحن لسنا بحاجة إلى العلماء، نحن رجال وهم رجال كما سمعنا من بعضنا. نعم، أنتم رجال وهم رجال، لكن هم علماء وأنتم سفهاء. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله ميزهم بالعلم، أما أنتم سفهاء وإن كنتم رجالا. الرجال بينهم فرق، فعليكم بتلقي العلم عن أهله في أي مجال وجدتموه، في مدرسة أو في معهد أو في كلية أو في مسجد أو في أي حلقة من حلق الذكر. المهم أن يكون هذا المدرس وهذا المعلم يكون من أهل العلم المعروفين الموثوقين، لا يكون من أدعياء العلم الذين لا يعرفون بعلم ولا يعرفون قبل ذلك بأهلية. كل هؤلاء من المتعالمين، من المتعالمين وليس من العلماء، فعلينا أن نحرص على تلقي العلم من العلماء، حتى ولو اقتضى هذا منا أن نسافر إليه. العلماء كما تدرسون في سيرهم كانوا يرحلون لطلب العلم، كانوا يرحلون في طلب العلم على أقدامهم الأشهر والأيام الطويلة على أقدامهم، سافرون من الحجاز إلى مصر إلى اليمن إلى أي مكان فيه العلم. سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر من أجل حديث يرويه عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث واحد. سافر على الراحلة من المدينة إلى مصر من أجل أن يتلقى حديثا واحدا يرويه هذا الصحابي الذي في مصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله، لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لسافرت إليه. عبد الله بن مسعود الحبر المشهور في الصحابة يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الرواحل لسافرت إليه. قرأتم ما ذكره الله عن موسى عليه السلام وسفره ورحلته لطلب العلم. كريم الله سافر ليتلقى العلم عن عبد من عباد الله، آتاه الله علما ليس عند موسى، فذهب سافر إليه كما تقرؤون في سورة الكهف. الحاصل أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، لا يؤخذ إلا عن العلماء، لا يؤخذ عن المتعالمين. أو أن الإنسان يقول: أنا لست بحاجة إلى الناس، أنا أشتري كتب وأخصص لغرفة في بيتي وأقرأ. هذا ما يكفي، تقرأ وأنت جاهل ما في السبيل، وقد تفهم خطأ تهلك نفسك وتهلك الناس لأنك فهمت خطأ. وكم حصل من هذا النوع
من المتعلمين الذين تعلموا على الكتب أو تعلموا في زوايا بيوتهم ولم يذهبوا إلى العلماء، وزعموا أنهم في غمية عن أخذ العلم عن العلماء. هذا من الشيطان. هناك فئتان من الناس الآن. الفئة الأولى تزهد في الفقه، تزهد في الفقه وتقول هذا أقوال رجال واجتهادات رجال، اتركوه، خذوا العلم أنتم من كتاب الله وسنة رسوله، أنتم خذوا، كل واحد له صلاحية أنه يجتهد ويستنبط من كتاب الله، ولو كان عاميا أو مبتدئا، لو كان يلحن في القرآن لا يدخل قراءة القرآن، يقول لا اقرأوا واستنبطوا أنتم، هذا تضليل، هذا هو التضليل. نحن ذكرنا في أول الحلقة أنه أن العلماء يقولون لا يجتهد ولا يستنبط إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، والعلماء ما قالوا هذا من فراغ، قالوا هذا عن تجربة وعن خبرة، وهم أهل الخبرة. فالذي ليس عنده شروط الاجتهاد والشروط الأهلية لا يجوز له أن يستنبط من القرآن والسنة ويفتي الناس، لأنه يفهم خطأ. والله تعالى يقول وأقفل البيوت من أبوابها، هذا أفى العلم من غير ذلك. هذه فئة من الناس تزاحم في الفقه، تقول الفقه آراء رجال وأقوال رجال، إن رجال لماذا لا نأخذ من القرآن والسنة كما أخذوا؟ نقول لا، أنت لست مثلهم، هم عندهم أهلية، تعلموا أولا وتفقهوا أولا فتعبوا، ثم بعد ذلك صاروا يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. أما أنت أن تحتاج إلى تعلم أولا، نعم تعلم كما تعلموا لتكون مثله. الله تعالى يقول قل هل يفهم الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني كل الناس يستنبطون الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا ما يصلح، لا يستنبط من الكتاب والسنة إلا الذين يعلمون. الجهة الثانية تجهد بالفقه من جانب آخر، يقولون هل فقه هذا أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام العدد، والناس اليوم تطوروا والعصر الآن عصر الحضارة، لماذا تبغون تفقهون في الحيض والنفاس؟ أو بعضهم يقول اشتغلوا بأمور السياسة والكلام في السياسة، واتركوا الفقه الدين، هذا فقه الحيض والنفاس. يا سبحان الله، ما أعظم هذه المقالة. الله سبحانه وتعالى بين الأحكام في الحيض وفي النفاس وفي المعاملات والعدد والطلاق والنكاح، بين هذا في كتابه. فالذي يقول الفقه هو مسائل الحيض والنفاس هذا يعيب على القرآن. يسألونك عن المحيض قل هو أنا تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله بين أحكام الحيض وأحكام النفاس، أحكام العدد، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فالذي يعيد الفقه لأنه يتكلم في الحيض والنفاس هذا يعيد القرآن الكريم. الله عافية. كذلك من وسائل التفقه في الدين الحفظ،
حفظ الكتب المختصرة بالفقه، لأن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا، يؤخذ على جرعات. أول شيء تأخذه المختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات، شيئا فشيئا. والحفظ هو الوسيلة المدية بالتفقه في أحكام الشريعة. العلماء رحمهم الله لخبرتهم وتجربتهم صنفوا الكتب على مراحل، وضعوا لكم المختصرات اليسيرة، هذه المبتدئين، ثم وضعوا عليها الشروح التي توضح ألفاظها، ثم بعد ذلك ألفوا المتوسطات من الكتب، ثم ألفوا بعد ذلك المطولات والموسوعات، من أجل أن طالب الفقه طالب العلم يتدرب شيئا فشيئا، مثل الذي يرقى مع الدرس شيئا فشيئا. أنت إذا أردت الفقه، هل تحصل فيه مرة واحدة وطفرة واحدة، ولا تصعد مع السلم ومع الدرج؟ لا بد تصعد مع الدرج شيئا فشيئا. كذلك العلم لا تصل إلى منتهاه إلا إذا ارتقيت درجه شيئا فشيئا. فعليكم بحفظ المختصرات، لا تذهبوا في المختصرات هذه، لأنها هي الدرج التي تصعدون منها إلى ما فوقها. وقد قال بعض السلف في تفسير الربانيين، من هم الربانيون؟ قال: الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل ابتدائه. أولا هم الربانيون، كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، نعم، بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون أو تدرسون. فالربانيون يقولون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل الكبار، لأنه لا يمكن الوصول للكبار إلا بعد المرور بالصغار، وهكذا. والإنسان طاقته محدودة، لا بد أن يتلقى الشيء ترعر شيئا فشيئا، يصبر على هذا، لا بد من الصبر على تعلم العلم، وإلا إذا لم يصبر فسينقطع في أول الطريق. لا شك أن طلب العلم شاق، وأن يحتاج إلى صبر تحمل، ومن لم يدق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. لا بد تصبر وتحمل شيئا فشيئا حتى تصل بإذن الله إلى المقصود. أما من ليس عنده صبر فإنه لا يصل إلى نتيجة. كذلك من وسائل تفقه في دين الله حضور الدروس وحضور المحاضرات والندوات التي تقام، واستماع البرامج الدينية التي تذاع في الإذاعة، البرامج الدينية التي يتخللها حلقات من الفقه وحلقات من العلم، التي فيها فوائد عظيمة. كذلك حضور خطبة الجمعة في الأسبوع، لأن خطبة الجمعة إذا اعتني بها أفادت الناس، أنا درست الأسبوع. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة، يراد به الخطبة والصلاة، لأن الخطبة من ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإنصات تعلم في اجتماع الخطبة،
وتوعد من لم ينصت للخطبة وأنه يرغب يعني وأنه كالحمار يحمل أسفارا. الذي لا ينصت للخطبة كالحمار يحمل أسفارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا إلا من أجل أن يفقهها ويتعلم ما فيها. أما النقطة الأخيرة من البحث هي العمل. العمل بالفقه لا يكفي أن الإنسان يتعلم فقط، ولكن مطلوب منه أن يتعلم ويعمل. يتعلم ويعمل، لأن العلم بدون عمل لا يكون ضررا على صاحبه، وكذلك العمل بدون علم يكون ضلالا وخطرا على صاحبه. فلا بد من الأمرين، العلم والعمل، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فدل على أن العلم والعمل مقترنان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. الله سبحانه وتعالى أمرنا وفرض علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا بما تشتمل عليه من المعاني العظيمة. ومن هذه المعاني العظيمة أن في آخرها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر أن الناس ثلاثة أصناف: صنف الأول المنعم عليه، صنف الثاني المغضوب عليه، صنف الثالث الضالون. صنف الأول المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء جمعوا بين العلم والعمل. نسأل الله أن يوفقنا لسلوك طريقه. الفريق الثاني المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العلم كاليهود. اليهود أعطاهم الله العلم لكنهم لم يعملوا به، وكذلك كل من سلك هذا السبيل من هذه الأمة، من تعلم ولم يعمل بعلمه فإنه يكون من المغضوب عليه، لأنه ترك الحق بعد معرفته، ترك الحق بعد معرفته فصار مغضوبا عليه من الله سبحانه وتعالى. الصنف الثالث الضالون، وهم الذين أخذوا العمل بدون علم، يعملون على جهل وضلال. النصارى في الغالب يعبدون الله على جهل وضلال، عندهم بدع وخرافات ومحدثات ورهبانية تدعوها. وكذلك من هذه الأمة كل مبتدع وكل مخرف وكل مقلد لغير الحق، مقلد لأهل الضلال، فإنه يكون من الضالين الذين يعبدون الله على جهل، أخذوا العمل وتركوا العلم. فيه من الفرق الآن أن يزهد بالعلم ويحث على العمل، يقول اعملوا، العلم إنما يفقد به العمل، إذا اشتغلتم بالعلم فرقتم العمل، اشتغلوا بالعمل من الأول، اتركوا العلم لأن يسلكم وياخذ وقتكم، اشتغلوا بالصلاة والعبادة هذا هو المطلوب. أما إذا دخلتم مجال التعلم هذا بياخذ عليكم الوقت. يقول لهم الشيطان هكذا، هذا ضلال والعياذ بالله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد إذا من الجمع بين العلم والعمل. والعالم الذي لا يعمل بعلمه من أول من تفعر بهم النار يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالعالم يوم القيامة فيسأله الله
ماذا علمت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له كذب، ولكن تعلمت العلم يقال هو عالم وقد قيل ثم يؤمر به الى النار. العالم الذي لا يعمل بعلمه اول من تسعر به نار جهنم يوم القيامه وان كان عالما، لانه لا ينفعه العلم اذا لم يستثمره بالعمل الصالح. وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن علمه ما عمل به، وعن جسمه فيما ابلاه، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما انفق. يسال الانسان عن علمه يوم القيامه ماذا عمل؟ يعني بس تعلمت فقط ولم تعمل؟ هذا مشكله. انما يقول العلم بدون عمل يكون حجه على صاحبه يوم القيامه، وليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا يبدا بالعلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، يبدا بهم يسعر بهم النار قبل عبده الاوثان، لان من يعلم ليس كمن لا يعلم. اسال الله العفو والعافيه والسلام والتوفيق. والكلام يطول، وموضوع الحقيقه موضوع واسع، ولكن نقتصر على هذه الكلمات لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير الجزاء، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلتم وان يفيدكم على ذلك. هذه بعض الاسئله فضيلة الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ وما حكم التقليد وما هي حدوده؟ ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ شيء واحد. الاتباع والتقليد اذا كان على حق فلا طيب، اذا كان الاتباع والتقليد على حق فهذا طيب، اما اذا كان الاتباع والتقليد على باطل هذا لا يجوز، كما قال الله سبحانه وتعالى: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما انزلنا عليه اباءنا. هذا التقليد على ضلال لا يجوز. اما التقليد على حق والاتباع على حق لا باس. القريب يوسف عليه السلام يقول: واتبعت منة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله منه. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أوحينا إليك أن اتبع منة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا الاتباع على الحق هذا مأمور به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم الإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تقليد فيه تفصيل، الذي عنده تنقل ويستطيع الوصول إلى الحق بنفسه هذا لا يجوز له أن يقلد، بل عليه أن يجتهد هو يتحرى الحق بما أعطاه الله من الإمكانيات التي يستطيع بها معرفة الحق، فهذا يجتهد هو بنفسه إذا توفرت فيه الشروط التي ذكرناها. أما الإنسان الذي لا يستطيع الاجتهاد لم تتوفر فيه الشروط فهذا عليه أن يقلد، لكن لا يقلد تقليدا أعمى، وإنما يأخذ من أقوال أهل العلم ما يرى أنه قام عليه الدليل، يعني يجتهد في أقوال أهل العلم. هذا عليه اجتهاد لكنه في أقوال أهل العلم يأخذ منها ما يترجح عنده بالدليل، لا يأخذ بدون ترجيح، أو يأخذ ما يوافق هواه من أقوال أهل العلم ويترك ما خالف هواه، هذا لا يجوز. فهناك من الناس فئة لا تستطيع
لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد المقيد. فالعوام مثلا والمبتدئين هؤلاء عليهم ان يسالوا اهل العلم. قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الحاصل ان الناس على ثلاثه اقسام. القسم الاول اهل الاجتهاد والامكانيات العلميه، هؤلاء لا يجوز لهم التقليد بل عليهم ان يجتهدوا. ثانيا طالب العلم الذي عنده امكانيات محدوده ليست فيه شروط الاجتهاد المطلق، لكن عنده امكانيات يستطيع بها ان يميز بين اقوال اهل العلم ويعرف الراجح من المرجوح، هذا يجتهد في اقوال اهل العلم وياخذ ما يرى ويترجح عنده انه قام عليه دليل في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصنف الثالث العوام والمبتدئين من طلبة العلم الذين لا يستطيعون لا الاجتهاد المطلق ولا يستطيعون الترجيح بين أقوال أهل العلم، هؤلاء عليهم أن يسألوا من يثقون بعلمه ويثقون بدينه، يختارون من العلماء من يثقون بعلمه وبدينه ويسألون. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذيت على حد سواء. يقول السائل: قرية الشيخ، أنا شاب عرفت طريق الحق والهداية على أيدي بعض الدعاة المعروفين والحمد لله بسلامة المعتقد واتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض لي أن تعرفت على بعض الشباب في المساجد والذين ظاهرهم اتباع السنة، ووجدت أن هؤلاء الشباب ليس لهم شغل في مجالسهم إلا اغتياب بعض العلماء والدعاة وطلبة العلم والوقوع في أعراضهم والتتبع لعثراتهم وتشكيك بعض الشباب في اتباع منهجهم زعما منهم أنه مخالف منهج السلف الصالح، ولم يقتصروا على ذلك بل أنهم قد وصل بهم الأمر إلى أن أخرجوا بعض الشباب من تحافيظ القرآن الكريم بزعم أن هذه التحافيظ يوجد بها تنظيمات سرية واتباع منهج الإخوان المسلمين، ويقولون أن انتكاسة هؤلاء الشباب خيرا لهم من هذه التحافيظ. نرجو يا فضيلة الشيخ أن تنصحني، هل أستمر مع هؤلاء الأخيرين أم ماذا تنصح الجميع وفقك الله؟ تنصح الجميع بتقوى الله عز وجل وترك الخوف في أعراض طلبة العلم. أعراض المسلمين عموما، أعراض المسلمين حرام لا يجوز القول فيها، فلا يشتغل بهذه الجهلة الخفيفة وهي غيبة. قال الله تعالى: ولا يرتد بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة عموما محرمة، وغيبة طلبة العلم والعلماء أشد، لأن في هذا تجهيدا لعلمهم وصرفا للناس للاستفادة منهم، وهذا من الشيطان. ما حصل الآن بين بعض الشباب هذا من الشيطان، فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وإذا رأوا من إنسان جلة أو خطأ عليهم أن ينبهوه وينصحوه بدون أنهم يغتابونه في مجالسهم، عليهم أنهم ينصحونه يبينون له الخطأ، فإن قبلها الحمد لله وإن نقبل برئت الذمة. أما الاغتياب والاشتغال بأعراض الناس هذا لا يجوز أبدا. وأما مجالس تحفيظ القرآن وجماعات تحفيظ القرآن هذا خير كثير ولله الحمد، يجب أن نشكر الله على ذلك. كان في زمن قريب ما يوجد من يستطيع أن يؤم الناس إلا أعداد قليلة من قدام السن، أنا أدركتهم يتدافعون في المسجد لا يجدون من يصلي لعدم من يجيد قراءة القرآن. أما اليوم والحمد لله هذه النعمة، هذه الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن، هذه المدارس لتحفيظ القرآن، وهذا الإقبال هذه نعمة عظيمة ولله الحمد. وإذا عرف عن أحد أنه يوجه الناس توجيها سيئا من المدرسين أو من الطلاب، إذا عرف هذا عنه
انه يبلغ عنه المسؤولين، يبلغ المسؤولين عن هذا الشر بنجد جهل على يده. اما ان يجهل في تحفيظ القران هذا لا يجوز، يعني يجهل في تحفيظ القران علشان شخص واحد او اشخاص عندهم اساءه او عندهم اتجاه غير سليم هذا لا يجوز. تحفيظ القران مشروع طيب، فاذا وجد بعض الاشخاص اتجاهه غير سليم فعلينا اننا نبلغ عنه المسؤولين، وعند المسؤولين المسؤولين عن هذه المدارس وهذه التعليمات المدراء القائمون عليها من اجل ان يلحقوا هذا الحق او هؤلاء الاشخاص عن جماعاتهم او عن مدارسهم حتى يتادب البقيه. واذا لم يستجب مدير المدرسه لهذا فهناك من هو فوقه من المسؤولين الذين فوقه يبلغ عن هذا الحق او هؤلاء الاشخاص. اذا ثبت هذا لا مجرد اتهامات توطيح الناس في غير تثبيت، لا بد من التثبيت في هذا الامر. الله تعالى يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيله الشيخ حفظك الله، هل يجوز الصلاه في السروال القصير والثوب الخفيف الذي يظهر بعض العوره؟ لا، اشترط ستر العوره في الصلاه، في شروط صحة الصلاة ستر العورة مع القدرة على ذلك، وسترها يكون بما يغطيها عن الأنظار، بما يغطيها عن الأنظار. يغطيها عن الأنظار، لا يكون قصيرا ينكشف منه بعض العورة، ولا يكون شفافا يرى من ورائه لون الجلد، هذا لا يجوز. ومن صلى بهذا الثوب او هذه الستره فانه لا تصح الصلاه. قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي استروا عوراتكم عند كل صلاه. ستر العوره هذا واجب شرط في شروط صحه الصلاه مع القدره عليه. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ زوجي يمنعني من قراءة الكتب الحركية وكتب المفكرين المعاصرين ويلزمني في قراءة كتب السلف الصالح فقط، فهل له أن يتحكم حتى في تفكيري الخاص بي؟ وهل له أن يلزمني بالتورع من أشياء هو يتورع منها مثل الدجاج الخارجي وغيره؟ ما في شك أن الزوج المسؤول عن امرأته، الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء فضل الله بعضهم على بعض. الزوج له مسؤولية على امرأته وهو راع عليها، إذا رأى منها خطأ توجهها إليه. وقراءة الكتب هو كما قال لكم كلام صحيح، اقرأي في كتب السلف لأن فيها الخير، فيها العلم، فيها الفقه. أما الكتب المعاصرة فأغلبها إنما هي ثقافة ليس فيها علم لأحكام الشرع، وإنما فيها ثقافة عامة. فاجعلي في المقدمة والاهتمام كتب السلف، وإذا قرأت شيئا من كتب المثقفين المعاصرين كتب السليمة التي ليس فيها أفكار سيئة وليس فيها اتجاهات سيئة، وإنما هي ثقافة عامة فيها فائدة وليس فيها توجيها سيئا، اقرأي فيها لكن نقوم بالدرجة الثانية بعد كتب السلف. كتب السلف هي بالدرجة الأولى. أما أن تقتصري على الكتب العصرية والكتب الثقافية والفكرية وتتركين كتب السلف هذا لا يجوز. الواجب العكس، أن تهتمي بكتب السلف، وإذا بقي عندك شيء من الوقت والمقدرة لا بأس أن تطلعي على بعض الكتب المعاصرة التي فيها فائدة وليس فيها اتجاها سيئا أو فيها كلام سيء. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الأكل مع الذي لا يصلي؟ أما الدجاج أكل لحم الدجاج الخارجي هذا فيه شبهة لا شك، والحمد لله الآن المملكة لها مشاريع
الدواجن والدجاج وغير ذلك تغطي ولله الحمد حاجة المملكة. فعليكم أن تشكروا من المنتجات المملكة وفيها الكفاية إن شاء الله. نعم. يقول السائل قضية الشيخ: ما حكم الأكل مع الذي لا يصلي على طحن واحد؟ لا بد من النصيحة، حتى لو ما أكلت معه، إذا عرفت أن ما يصلي لو ما أكلت معه يجب عليك النصيحة، عليك بنصيحته والإنكار عليه. فإذا أنكرت عليه ونصحته فلا بأس أن تأكل معه. إذا كان هذا مرة يعني بالصدفة اجتمعت أنت وياه على دعوة وعلى طعام، أما المجالسة معه والمعاشرة له وهو لا يصلي هذا لا يجوز. إذا أثر على ترك الصلاة فلا تجوز معاشرته والجلوس معه حتى ولو لم تأكل معه المعاشرة.